السلام، هاد البنت هادي غتبقى تابعه هاد السيد اللي باينه فيه ظريف، رجل عادي حاضر راسو وغادي من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار، وتيخرج الى خاصته غير شي حاجه، ولكن هي تابعه فين ما مشى. ولكن علاش؟ قصتنا كتبدا مع جوليا راكبه في الطاكسي مع الزوج ديالها، يلا وصلوا لرومانيا تحولوا ليها حيت راجلها اصله من هنا وجاتو الخدمه في هاد الدوله. وصلهم طاكسي للحي اللي كراو فيه شقه، ضربه طلع العماره وفيه الحضايا، وصلتهم ولات شي البارطما ديالهم. في ليله ممطره غضربها الفيقه، غتشوف من الشرجم شي واحد واقف وكيشوف فيها من الشرجم ديال دارو، ما حكراش بزاف، جات حاجه عاديه وفاق راجلها حتى هو، وطلبات منه باش يفيق الصباح من اللي يكون غادي للخدمه. وصل الصباح وما فيقاش، صيفط لها تصويرته وهي ناعسه، قال ليها بلي راه ما قدرش يفيقها. بدات كتستشف الحوايج في الماريو وتلقى شي صوت اللي كتعلم منه اللغه الرومانيه وكتعاود من موراه. مورا الحي ديال البيت النعاس سمعت غوات ديال جارتها، خرجت تجيب واحد الدوره في المدينه الجديده ودايره الكيت تتعلم الرومانيه. جلست في قهوه حاولت تهضر بها ومازال كتعكل شويه. رجعت شافت الجهه ديال الشرجم منين كانت يطلع عليها اخونا البارح، فاش وصل ليه العاود ثاني شافته وباقي تيجي هذاك الشيء عادي. مشات للمتحف وبقات تتصور جرى على السيكوريتي. كملت الدوره ديالها كتكتشف في المدينه اللي ولات ساكنه فيها. رجعت للبارطمان شافت الباب ديال دارها محلول، اش هادشي؟ ولكن كانت غير مولات الشقه ومدخله شي راجل اللي صاوب ليها البوله. بالليل جالسه وجدت العشاء فوق الطابله باش تعشى مع راجلها، ولكن هو تعطل بزاف وهي تقول اجي نشوف من الشرجم واش خونا طل. وكان الضوء ديال دارها شاعل ما بان ليها والو، ولكن ملي طفات البوله غتشوف الخيال ديالو مراقبها. وجا راجلها شعل الضوء وما قالت ليه والو، خرجوا موراها يجيبوا شي دوره وشافوا البوليس والاسعاف. واحد الراجل مغطينه مصدوم ولكن ما عارفوش شنو وقع بالضبط. في الصباح غتكون كتفرج وشافت الاخبار تهضروا على الحادثه اللي شافوا البارح في الزنقه، كيهضروا بالرومانيه وما فهماتش، وقالت الراجل يترجم. قال ليها تيدوي على هاد البنت ماتت، والراجل اللي كان مغطيه هو اللي لقى الجثه ديالها، وحتى هي غتقول ليه شي واحد في العمارة اللي قبالتهم كيبقى يشوف فيها ديما. في كل مرة طلعت تتلقاه تيشوف فيها، وراتو اين الشرجم بالضبط، ما بان ليه هو والو حيت النهار، وقالت لي صافي غنسى. بالليل جاو صحابو باش يتعشاو كاملين وهضروا على الحادثة اللي شافوا، والسيدة اللي لقاو ميتها لقاو راسها مقطوع، حست براسها ماشي هي هذيك وغتنوض باش تخرج الزبل على برا. وهنا غتلاقى البنت اللي جارتها اللي كتسمع صداعها وتعرفوا على بعضياتهم. هي سميتها ايرينا وبطلة قصتنا سميتها جوليا. جوليا غتمشي الغد ليه لشي قهوة وقلبات على القاتل اللي تيقتل البنات، وديجا قاتل بنات اخرين، وكاينه وحده تتعاود قصتها حيت هربات ليه ولكن ما شافش الوجه ديالو، وتا هي قبل ما يهجم عليها كان مراقبها وشي واحد ديما كيكون وراها. تا هي غاديه في الزنقه وحست بشي واحد تابعها، وقفت باش تاكد ولكن كان غير ولد عادي غادي في حالاته. بانت لها السوليمه وقصداتها باش تتفرج. جلست في بلاصه والقاعه ما كانش عامره بزاف، شويه غيجي شي واحد جلس من وراها بالضبط، تقطعت فيها النفس وجمد فيها الدم. بغات تشوف من وراها ما كملاتش الدوره. اللي غيزيد يركب فيها الرعب هو قرب ليها والنفس ديالو حسات بيها، ناضت تجري وخرجت بالناقص من شي فراجه. مشات السوبر ماركت تقدا، معاه هي قاطعه الكارو طلبات باكيه، شويه غتراجع لهذا القرار ما بقاتش بغات تشريها، غادي تقدا غير داكشي اللي خاص للدار وحتى في الماركت تبعها. حاولت تبدل البلاصه وجاتها هو نفس البلاصه، تحركت تبدل المكان عاوتاني ولكن فين ما داز تيكون. تخلعات وطيحات قرعه الزاج تهرسات، وغتخبى مورا واحد الباب وغيجي وشتف على الزاج بحال تيقلب عليها. غيجي واحد الموظف وغيعقل عليها ووراها طريق الخروج منين. في الدار عاودت للراجله كاع داكشي اللي وقع، باللي تباعها من السينما للسوبر ماركت، وقال لها يلا نرجعوا للماركت ونشوفوا تسجيل كاميرات المراقبه. الموظف قال لي مارتك كانت تحاول تسرق، وشرح لي سيباستيان شنو واقع، وغيوافق الموظف باش يوريهم تسجيل الكاميرا. شافته وحبسوا اللقطه ديال الراجل، واللحظه فاش كانت يشوف فيها من اللي تخبات. راجلها قال لها واقيلا كيشوف غير في المراه اللي بقات حاضيه، يعني راجلها ما متيقهاش، غتاخذ لي واحد التصويره وغادي نمشيو. نهار الاخر وبالليل عاوتاني راجلها غيتعطل، غتنوض وتشوف واش السيد كاين ومراقبها، ولكن ما بان ليها حتى شي واحد كان ظلام. وهنا غادي يبدا الدقان في الباب ديال دارها بزاف. قربات من الباب شويه باش تشوف شكون هذا اللي تيدق. حلات وكانت غير واحد السيده كبيره ساكنه في الاقامه نيت، وكتدوي بزاف وبالرومانيه ما فهمت ولو كلمه، حتى غتجي جارتها ايرينا قالت ليها راه تتسولك على المشه ديالها واش شفتيها. مشات السيده وايرينا غتعرض على جوليا تجي تشرب معاها قهوه، ووافقت جوليا. هضروا شويه وكيفاش شرح
رحله جوليا هنا وباقا ما والفاتش وتتحس غير بالوحده، لا صحاب لا عائله. شي حد بدا تيدق عاوتاني، كان خطيب ايرينا. رجعات وراتها بلي راه مخبيه واحد السلاح هنا، وبدات تقول لها خاصك تواجه الناس وما يخلعوكش. فاش رجعت للدار وهي دايخه غتحيد الخيمه وشافته واقف، زعمات وتفكرت هضره ايرينا فاش قالت لها ما خاصش بنادم يخلعك. حلات الخاميه كامله ومازال هو واقف تما كيشوف فيها. قالت راه موحاش كيشوف الجهه ديالها، فقررت تهز يديها وتسلم عليه، وارتاحت من اللي ما ردش عليها السلام. ولكن غا شويه وهز يدو حتى هو وقال لها وفين، يعني خونا حط عليها العين. جا راجلها وقالت لي راه هزات يديها ليه، وتا هو دار نفس الشيء. مشى يشوف ولكن هو ما شاف والو وعيطوا للبوليسي. قالت ليه راه تبعها من السينما سوبر ماركت، وقال لها وصفيه ليا وراتو التصويره اللي صورت في تسجيل الكاميرا. وقالت لي تيبقى حاطيها من الشرجم وغيمشي للبوليسي وراجلها يهضروا معاه. شافتهم من الشرجم دخلوا الاقامه، وغير رجع راجلها من بعد قال لها سمعيني راه السيد عايش هنا وعادي يمشي للسوبر ماركت والسينما وفين ما بغى، واتهم مراته بالجنون وباللي راه هي متوتره وما تيقهاش. غيتخاصموا في الصباح، خرجت تجيب دوره وغاديه تشوف اللي تيراقبها، مقادي شي تقاديه وغادي يقود مستقيم القامه يمشي. تبعاته منين ما داز كدوز حتى هي. السيد ظريف تيوكل الحمام، مشى ياكل في قهوه وهي مراقباه لا يدير شي غلط، سلم اكلته ومشى. دخل واحد الدار غريبه ومخيفه، دار مصلوحاش مزيان. تشجعات وتبعاته لتحت، قال لها العساس هذه راه قهوه، وقال لها راه ممكن تدخلي الا بغيتي، وغادي تشوفوه هو خدام هنا كرجل نظافه. وفاش بغى يدور وجهه جهتها تخبات بالزربه. ايرينا كانت خدامه نيت في هاد القهوه، وجوليانا دوات لايرينا عليه باللي راه تيراقبها. ايرينا قالت لها ما كتشوفش وجوه الناس اللي خدامين هنا ولا اللي تيدخلوا، وهي ما عمرها حست بشي واحد تيراقبها. جوليانا كانت كتفرج بالليل والمخدات كانت دايره ليهم الغطا ديالهم، عيات من الفراجه انها تحط البيسي. فاش رجعات غتشوف وحده في المخاد الغطا ما بقاش فيها، يعني شي واحد دخل وغيخنقها بها. كانت غادية تموت ولكن غا حلمة خايبة حلمات بها. مورا الحيط سمعت الصداع ديال ايرينا غوتات، غتنوض تدق عليها فيقاد كاع الجيران وبغات تفرع الباب. وجات مولات الشقق قالت لها حلي الباب دابا، غتفتح ودخلوا ما كان والو غير المشى اللي تودرات ديك السيدة طيحات البولة. ولكن جوليانا حست بشي حاجة وشي حد في المريول داخل ولكن ما قلباشوش. مولات الشقق تتبرى من الراجل جوليانا سيباستيان على داكشي اللي دار. جوليانا تتعيط على ايرينا وما جاوبتش، وعيطت على حتى القهوه فين خدامه، وحتى ملي القهوه ما شافوهاش ايرينا اختفات، وحتى من خطيبات يدق في دارها ما كتجاوبوش. قالت لي بلي راه شافتها البارح في خدمتها، ومن تما غبرات. غتعيط لها في نمرتها وسمع الصوت ديال التليفون جاي من الشقه ديالها. خطيبه تقلق بغى يمشي وطلبت جوليانا منه باش يمشي معها للعماره اللي مقابله معاهم، حيت بغات تاكد وتشوف السيد اللي في الشقه اللي تيتبعها. مشى تيدق هو في الدار وما كيجاوب حتى شي واحد، وطلبات منه يحاول مره اخرى. رجع دق بزاف ديال المرات وبدا تيقول المول البارطبا باش ما يبقاش يبرزطها. خطيب ايرينا غادي يمشي عنده شي غرض وهي غتبقى، فقرات ما تمشيش وتعاود ترجع الشقه تدق. الباب غادي تفتح ولكن اللي حل كان واحد السيد كبير في العمر وقليل الصحه، بغات ترجع في حالها تهبط في المصعد. وهنا غتشوف اللي تيراقبها طالع في الدروج وخافت بطبيعه الحال. مشات لدارها وراجلها جا عنده البوليسي ومعاه دانيال المراقب. قال ليها راك برزطيه وشكا بيها وانت راكي كتلاحقيه وخلعتي الاب ديالو، دابا البوليسي بغاهم غير يتصالحوا صافي، وهادشي كامل راه غير سوء تفاهم، وتسالموا بجوج ونساو شنو واقع. غادي يوريها راجلها في التليفون بلي راه لقاو السيد اللي تيقتل البنات، لقاو الدليل في البارطمان ديالو. في الخدمه ديال راجلها كان مع صحابو وشي رجل اخر اللي مهم، وهضروا بلي راه جوليا كانت تتواجه مشاكل مع شي جار ديالها، وراجل هانيت بغى يضحك لي معاه قال واحد النكته عليها اللي هي بعدا جوليا راه عندها اللي يونسها. كيهضر على دانيال المراقب، هي ما رضاتش يقول عليها هاد الهضره هادي وغتخرج في حالاتها معصبه، وراجلها ما حاولش كاع يطلب السماحه. قال لها راه عييت ما عرفتش شنو ندير وانت غا كتخايلي، خلاها بوحدها وغترجع في حالها، غادي تقرر باش تمشي ترجع في التران. جلسات ومن اللي شافت شويه على اليسر ديالها غتشوف دانيال حتى هو جالس. دانيال غادي يجي حداها، والتران وقف وقع شي مشكل في السكه، وقال ليها نهار كامل كيبقى مقابل الاب ديالو حيت مرض بزاف، ومره مره تيمشي للشرجم كيشوف الناس كيدوزوا النهارات ديالهم وما عمر شي واحد لاحظ هادشي. وانتي سلمتي ديك المره كانت تسحب ليه غير تقول ليه السلام، وهي بقات غير كتشوف في الميكا ديالو. مع تحل الباب ديال التران نزلت كتجري، ما تاقتش فيه وما نزلش، هو كمل الطريق ديالو. بغات تجمع حوايجها وغاديه تسمع الموسيقى جايه من الشقه ديال ايرينا، غتقصدها بغات تشوف
تشوف علاش مخدماها. لقات باب حلول وغادي تدخل، وفاش دخلات غادي تصدم حيت شافت إيرينا راسها مقطوع وشي حد من وراها دوخها، واللي كان هو دانيال نيت، صدق هو القاتل. سمعت جوليا راجلها دخل وتعيط ليها، بغات تعيط ليه جر لها واحد جرب الموس في عنقها، ما بقاتش قادره تهضر، بغات تدق في الحيط جرها من رجليها، حاولت تهرب وبغات تقصد المجر اللي فيه الفرديد ديال إيرينا اللي كانت وراتها، ولكن غتحبس حيت فشلات. وهنا قال لها فاش دخلتي انت والجيران تقلبوا شنو وقع في الشقه وبانت لكم غير المشه، انا كنت في الماريو وكنتوا على شويه غادي تحصلوني، وغادي نعس حداها دانيال. هي كل ما ولات كتدير هي كترمش وما بقاتش خايفه، ناض ومسح الدم في القميجه ديالو، وغيشوف واحد البنت صغيره من الشقه الاخرى شافته دار الجريمه، غسل يديه وسباستيان صون المارشو سمع الصوريت جاي من البارطمان ديال إيرينا، غيقصد البارطمان ديال إيرينا باش يشوف مارشو علاش كاينه تما. وهنا غادي يشوف دانيال خرج ولابس حوايج، قرب منه ودانيال غتجي واحد الضربه في ظهره وتعاود المره الثانيه بالرصاص وجلس مات. واللي قتلو هي جوليا، كانت تتمثل بلي راه ماتت، وراجلها شاف كل هدمايات ودابا عاد تاق فيها. الفيلم ديال اليوم تال هنا سالا. لايك وشير وكومونتير وتصبح على خير.